سعر الثمرة الواحدة قد يصل إلى 1000 دولار، تصنف أنها الأغلى في العالم، لا يأكلها سوى الأثرياء وعلية القوم. عليها إقبال كبير من الشركات العالمية، لقد لقبوها بملكة الفواكه الاستوائية تارة وفاكهة الذهب الأصفر تارة أخرى. قرر المزارعون السوريون في المناطق الساحلية من سوريا الاستفادة من المناخ هناك، وعزموا على تحقيق أكبر فائدة مادية بزراعة أصناف نادرة من الفاكهة التي تنتج ثماراً غريبة وتباع في الأسواق العالمية بأسعار باهظة. مؤخراً توصل أحدهم إلى السر الكبير ونجح في زراعة نوع نادر من الفاكهة لها ثمار غريبة تضاهي الذهب في أرباحها. لأول مرة تظهر في أراضي سوريا لم يسبق أن تم التجربة زراعتها من ذي قبل. حقاً إنها فاكهة الدوريان التي تصنف على أنها من أجود أنواع الفاكهة حول العالم، بالإضافة إلى أن ثمرة هذه الفاكهة تعتبر نادرة، الأمر الذي يجعل من ثمنها مرتفعاً بشكل كبير عالمياً. فوائد ثمار فاكهة الدوريان تجعل الطلب عليها مرتفعاً في الأسواق العالمية. لقد وصل سعر الثمرة الواحدة في بعض الأحيان من هذه الفاكهة إلى 1000 دولار، حيث تصنف من بين أغلى فاكهة في العالم. هذه الثمرة نادرة وتنتج كل شجرة في السنة الواحدة نحو 7 ثمرات فقط. هذا نوع من الثمار يعتبر مهجناً وعالي الجودة، كبرى المتاجر العالمية تطلب هذا النوع من الثمار وتعرضه للبيع بأسعار يعتبرها البعض خيالية، لكن العديد من الأشخاص يشترون هذه الثمرة حتى وإن وصل سعرها إلى 1000 دولار. وأما بخصوص مواصفات ثمار فاكهة الدوريان، فإن ثمارها تشبه إلى حد كبير ثمار فاكهة الشمام المعروفة، لها رائحة نفاذة لكن طعمها لذيذ. الخبراء قالوا إن من أهم فوائد فاكهة الدوريان التي تلقب بالملكة أو ملكة الفواكه الاستوائية هو احتوائها على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، إلى جانب الزنك وأحماض الفوسفور والفوليك. تناول ثمار هذه الفاكهة يمد الإنسان بطاقة كبيرة، كما أن تناولها يجعل الإنسان يشعر بالاسترخاء والسعادة، حيث تحفز إفراز السيروتونين في الجسم. المزارع السوري الذي نجح في زراعتها ينتمي إلى قرى مدينة بانياس، جلب البذور عن طريق أحد أصدقائه القادمين من إندونيسيا، حيث تزرع هذه الشجرة هناك بكثرة. المزارعون اتبعوا كافة النصائح المقدمة منه لضمان نجاح زراعة هذه الفاكهة في أراضيهم، لا سيما توفير البيئة المناسبة، وبالفعل نجحوا في زراعتها، حيث باتت تدر عليهم أرباحا مالية كبيرة كل عام، نظرا لأنهم يعتمدون بشكل خاص على تصدير ما ينتجونه من ثمار إلى الخارج. لقد اعترف المزارعون أنهم جنوا ملايين الليرات من وراء زراعة فاكهة الدوريان، وأنهم مستمرون في زراعتها خلال المواسم المقبلة.